بالطبع انا سهام انا فاطمه. اليوم جبنا لكم وصفه الجلجلانيه بالكاوكاو بثلاث اشكال مختلفه ومتنوعه. نروحوا للمكونات. واش عندنا؟ عندنا البيض، عندنا هنا خميره كيميائيه، عندنا لافاني، عندنا كيلة تاع السكر مع كيلة تاع الجنجلان محمص، وعندنا هنايا 3 كيلات تاع كاوكاو. بيان سور هذا الجنجلان احنا نرمدوا فيه الحلوه ديالنا. ونسيتي تقولي لهم كيلة تاع السكر ماشي معمره. بيان سور باسكو حنا عسلوها. عندك الحق، هنا غلبتيني يا يما ما يروح لك والو انتيا. معليش، كيلة سكر ماشي معمره، يعني في كامل الوصفات توجور ما نعمروش الكيلة تاعنا تاع السكر. نروحوا لطريقه التحضير. يا درا واش حتمدي لي نديرها انايا كيما كل مره ياك؟ لا انا حن ندير العجينه وانت تجبدينا الاشكال اللي حنستعملوهم. هايا تخبي اليوم سلكت. هايا بيان نحطوا الكاوكاو تاعنا. بيان سور ديري لي البيض، تيكسري لي البيض. ايوه جلجلان، قلنا 3 كيلات كاوكاو مع كيلة جلجلان، كيلة سكر ماشي معمره. نحطوا مغرفه صغيره خميره كيميائيه. ندير لك البيض، نديرو حبه بحبه، تخافي نطيحو فيها. لازم نحطو شويه لافاني. هاد الوصفه سهله، ديريها بوقفه، اي واحد يقدر يجربها. شحال ندير لك البيض؟ اديري لي ونشوف كي نطمو. شتي كاين دي فوا يكون البيض صغير وكاين بيض كبير، وكيما نعرفوا الكاوكاو يشرب. ايوه هذيك هي، سما ما تقدريش تجيب بزاف بنينه. نموت انا على الجلجلانيه. بصحتك، على بالي بلي تحبيها. ديريها لي بطبعها. لازم، وانا عليا ديكور. ديرك ثلاثه قوتيري ثلاثه، ديري لي ونشف. عطيني باك البابي تاع عيشي مسحي يدي. دير ثلاثه نزيد لك وحده. نديرو ثلاثة كيما قلتي ونشوفو. عطيني بك فرشيطة باش نضربهم لك. درتي لافاني وخميرة كيميائية؟ درت هاي تخبيا. حنا ما نديروش بزاف خميرة كيميائية في شوية، يعني غير باش تعطي لها خفة. راس المارق ماشي باش تتنفخ. ضربو البيض تاعنا مليح. نبدا نحط لك بشوية. حطي لي ونضم ونشوف. ايوا هذاك من نابيه. سي بون سي بون، حطو سي بون. انايا نخمل كامل من هنا. مليح كي يكون هكا البلان دو ترافاي فارغ، تخدمي الاز. سي نورمال، هادو كملتي بيهم. سي بون سي بون. اليوم انا راني نفرز ماشي انت. بداله هادي كل مره شكون. زيدي لي شويه، زيدي لي شويه هنايا. واش الاشكال اللي جبتي لنا؟ دوك نوريك الاشكال، دوك نمسحو من البلان دو ترافاي تاعنا ونمحو البلان. هكا ما تنسيش ديري البلون. كيما على بالك نرمدوهم في بياض البيض ونعاودو لهم في الجلجلان. هاي تخبيا. نحط البياض البيض هنا، نطموها حتى نتحصلو على عجينة متماسكة. هكذا تخبيا. هنا نحبس، نضرب البلون تاعي مليح هنا باش نشكلو الحبة تاعنا ونحطوها في الطابع. دوك انا نجيب لك وين راح نديروها. هادو ما كملنا بهم. سي بون، نغسل يدي. هادو هما الاشكال اللي حنديروهم. هامليك، وهادو هما، هادو هما الاشكال اللي حنخدمو بهم اليوم. هيا تشكلي لي وانا ندير في البيض. انا ندير هادو هما. تغلب السبع هكذا. هنا نجيب بلاطو. باش نحطو ليمول تاعنا. بيان سور، هذا نحطو قدامي. درينا الشكل الاول، نحطو قدامي من بعد نعاود نحطو في البلاطو اللي يدخل الفرن.
نحطوها هكذا في البياض، نقطروها مليح، وهذه لازم ترتاح حتى العجينة ولا تمتم؟ لا لا هذه نورمال، تخدميها منا ديريها منا. ايوا تسلكك، نضربو البيض تاعنا يصغ مليح، معنتها توجد تمتم وتجي بنينة، تجي شربة. ما تنساش دوك نعسلوها هكذا. شتي شحال نحب نخدم بيديا؟ ايه لازم. ما على باليش وعلفتي خلاص. ما نقدرش يا اختي. نحب نمس انا العجينه، نموت على نمس العجينه. عندك الحق. هكذا نستعمل يدي وكاين الماء كيكمل نغسل يدي ولا لا؟ لا صح، ندورو غير في العجين و... والله عطيني فرشه واحده اخرى تعيشي ولا يدك راهي. معليش هنا عندنا ميزاننا اللي يحب يوزنهم يوزنهم. هي نورمالمون يجوا واحد على حساب المول تاع السيليكون. كاين لي مول صغار وكاين لي مول كبار. هي من 25 حتى ل 35. نكتفي انا بهذه الكميه بيان سور. سي بون، نرفد بيديا لازم هكذا. درنا هاد الشكل، نزيدو نديرو هاد الشكل، نضغطو بهاد الطريقه هكذا. وانا جبت هاد الليمون نديرو هادو شابين. نزيدو نكملو في هاد الليمون. هاني نسيت قريب درتها هكاك. واخا عليا مزيان فكرت. زعما انت اللي درتيها اليوم كيلتي. الله الله كتشوفي حديرها ديريكتومون كتشوفي. اسبي نرفدها لك. لازم نقطروها مليح. ايوا استعملي يدك ولا فرشيطه انت تانيت ولا كيما انا. ها جابلي ربي حد لي فرشيطه. رحتي رحتي استعملوهم في زوج. رحتي رحتي وليتي استعملتي يديك. ها لازم اختي ما كاش كيما تنسي العجينه. والله دوكا حنايا نكملوا الكميه اللي عندنا والاشكال اللي عندنا. نروح ونعاودوا نولوا للتزيين. داكوغ ان شاء الله على ربي. رجعنا لكم باش نكملوا تزيين الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. بوه عليا بوه، ما قلتي لهم لازم يطيبوا في الفوغ على درجه حراره 180؟ ما قلتي لهم ليك لازم يطيبوا ربع ساعه؟ ها تمتم اختي كنت صوتي تدخلي شفتي. روحي برك روحي. معليش جازت هذه. راني سمحت لك هذه المره. راني سمحت لك. دوكا لازم نعسلو الوصفه تاعنا. بيان سور. لا لا قبل ما نعسلو الوصفه تاعنا راكي اليوم راكي غير صح اللي نسبق الاحداث وراهم المكملات تاع التزيين. عطيهم منا بيان سور. واش عندنا؟ عندنا العسل، عندنا البيستاش، عندنا لي نوازيت. هنا عندنا بيستاش حب، وهنا عندنا مرحي، عندنا توفيا كاراميل، هنا عندنا هاد الورد المجفف، وعندنا لا في دوغ بيان سور. ثانيت باش نقول لهم هادو هما مكسرات للتزيين فقط، ماشي ما يسمى ما نسحقوش بزاف كونتيتي. بيان سور يقدروا بشويه شويه يديروا البلاطو. الله الله متنوع بعده تشكيل. ايوا هذه هي. دوكا بيان سور واش نديروا؟ الحلوه تاعنا هذه لازم تتعسل هكذا مور ما طيب سخونه نحطوها في العسل. ولا ما كانتش معناتها ماشي غير دي موليتوها درتوها في العسل، تقدروا تسخنوا العسل وتحطوا الحلوه تاعكم. انا نشعل لك الفرن هكذا. عطيني نسخنها لك. نسخنوها قبل. جيبي جيبي تاني تنساي تقريبا نسيتي ما عسلتيها شي. لا 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 جامي عافاك يبي الجلجلانيه تتعسل. اه وي باش تجي. الله الله هكذا. نجبد لك هديه باش بيان سور نعسلو نحطوها لتماك. هيا تفضل العسل ولا خليك السنان تسخن. لازم تسخن باش يجيو شاربين. علاش الحلبه تاعنا ما درناهاش سخونه ديريكتومون؟ هكذا دوك نسخنوا العسل تاعنا باش نحطوا الحلوه. لو كان كانت هي سخونه غير جبدناها من الفوق العسل بارده لازم تكون. ولا العكس بيان سور. هذه هي باش تجي شاربه. هذه لازم تكون شاربه. اه وي لازم تكون شاربه حتى لقلبها.
كما تقول يما حتى القلب. وي يا بنات، هاي شربه ولا لا؟ لا هذا ماشي شربه، ما عندي ما ندير بها. نحيوها بهذه المناسبه بيان سور. هاي سخنت العسل تاعنا، هاي شوفي كي شدات. هاي ليك، انا نعسل وانت يا قومي بالتزيين. حطيتي لي كلش عليا انت. نتعاونوا نتعاونوا بالعاني. قول لك هكا هذه هي، قولي نتعاونوا هكا نفرح. ما تقولي ليش عطيت لك كلش للتزيين كامل ليك. هايا حطي لي بشويه، والتزيين كما نقولوا حنا نعطولهم اون ايدي بيان، وكل واحد على حسب مقدوره وعلى حسب واش عنده فكره في راسو. هذه هي مام الاشكال تختلف بيان سور. هنا درنا البيستاش ونحطو هاد لافلوغ. تخي بيان، شتي شحال شابه تحبل. واش تفكرك هاد الحلوه كيفاش تحبي يا اختي العزيزه؟ كاع على بالك في العياد تاع الصغر. ماشي صح، جامي تخطي الطابله تاعنا. وي دير وحده شابه كما يقولوا، العين تاكل قبل الفم. وي هذه هي. عطيني بابي تعيشي في يدك على يدك يتكملي. خات تلفي هضره اليوم. راني نشوفك يا خي. هذه هي. هادو واش نديروا لهم؟ هادو ندير لهم كراميل. توف كراميل ولينوازيت. لينوازيت ايوا كيما نعرفوا الكراميل والشوكولا يتماشوا بزاف مع النوازيت. بيان سور. عطيني برك مغرفه صغيره على يدك باش نكمل نعمر. انا بالك هادو كملنا بهم. هادو سي بون كملنا بهم. سي بون التزيين اللي نسحقوه. هكذا تخي بيان. تحبي الجلجلانيه؟ نحبها يا اختي، موت عليها بصح ما نكثرش منها. راكي على بالك تكثري غير من الشوكولا انت. لازم لي كيليب. هذا ما كان، تكثري غير من الشوكولا تموتي على حاجه اسمها شوكولا. هكذا اسمحي لي. هيا يا لالا نكملوا. هنايا النوازيت تاعنا اكيد ديري لي فايده. نقسم لك النوازيت. هون جبت لك الشطره. معليش ما نرجعكش. ها هي تخبيه. ها ندير لك لا فايده هنايا وين حبيتي خيري. ها هي مليح، خليك اختيار ليا يا اختي. نحب نخدم بها. حبيت تخدمي بيدك. نعرفك نعرفك، على بالي بها. بيان. وهادو باش نشبحوهم بالبيستاش. يا لالا بيستاش تقسميه ولا تخليه هكذا؟ لا نقسموه. تقسميه على بالي. نحط لك تماك حبيبات. نحطو لك هنا خير جب شابين. هكذا هاكي. اخ عليا يا قلت لك والله العظيم عجزتي يا يما. قولي لي كش نديرهم لك؟ على بالي عندك حاجه راهي في راسك. معليش على بالي ندير من راسي. ديري من راسك. لا والله غندير لك كوستوك. هيا صحي لي انت اليوم. هيا قولي لي. خليها لك ليك. تبري ربي خليها لك. لا والله شابه كملي. هذا قمش يا ستوته. ديروها هكذا خير شابه. الله الله وتزين يعني يقعد اختياري. نوعي. زيدي نوعي في هذا حبيتي يا اخي. انا نخدمه كيف كيف ولا لا؟ راني نخدم وحدي. دوك حبيتي كاش ديكور ديريه كيف كيف يا اختي. هكذا نقدروا تان في الموديل هذا واحد نديرو بيستاش هكا خطره نديرو بيستاش هكذا. يعني نوعو في بيان سور في التزيين. كملتي خلاص كيما نقولوا ادواء. كملت هادو ما كملنا بهم.
نحوهم. ايوه هادو ديهم. واش رايك عجبتك ولا غير عجبتني؟ يعطيك الصحه دوك زيد ندوق ونرجع لك الخبر. ما لقيتك نعرفها، نعرف البنه تاعها بصح معليش. هذه هي دوكا كملنا الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم بهذه التزيينات والاشكال المختلفه. نتمنى تكون عجبتكم وتجربوها، وان شاء الله نتلاقاو في طاوله التقديم. رجعنا لكم في طبع وطابع بعد ما كملنا زينا الوصفة تاعنا نهار اليوم اللي خرجنا منها ثلاث أشكال متنوعة ومختلفة. قدمنا الأشكال اللي درناهم اليوم، درنا هنا جلجلانية بلمسة الفستق، وهنا درنا جلجلانية بلمسة ورد الشوش، وهنا درنا جلجلانية بلمسة البندق. واللي فاتوا الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم ما عليه غير يتواصل معنا عبر المواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. هذه هي ان شاء الله في وصفه واحده اخرى وحصه واحده اخرى ان شاء الله. سلام سلام.